الساعات اللي فاتت كمان شفنا شويه بقى هجوم وانتقادات لموسيماني من بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن النادي الاهلي رد على انباء وجود خلافات مع المدير الفني فيتسو موسيماني بشان تجديد التعاقد، وقال الحساب الرسمي للنادي الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعما لموسيماني ناطق بك دائما، بعد طبعا ما انتشرت خلال الساعات اللي فاتت دي تقارير زعمت بوجود خلافات ما بين اداره النادي الاهلي وما بين موسيماني بشان التجديد. كمان خليني اقول لحضراتكم بناء برضو على تأكيدات من مصدر جوه النادي الأهلي أن نتائج الفريق في بطولة كأس العالم للأندية مش هتكون أبدا عامل مؤثر على مسألة تجديد تعاقد موسيماني مع الفريق، ومجلس الإدارة يعني بيقدر كويس جدا الظروف اللي خاض فيها الفريق مبارياته سواء بسبب الإصابات أو كمان الغيابات أو حتى انضمام اللعيبة الأساسيين للمنتخب الوطني والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.